لأحمد الحامي مباشرة لماستير. فرط الميدان لفريق الضاحية الجنوبية عاد على سيف الله المحجوبي عكس الهجوم من ماستير. ماستير يدخل منطقة الجزاء والهدف الأول، الهدف لإحداث الفارق. ونشوف ماستير في هذا التواغل الأخير ويبعد على حمدي الشرابي، يبعد على حمدي الشرابي وعلى الدي، والتقدم الحالي بفضل علاء الدريدي لفريق الضاحية الجنوبية باستثناء مجهود فردي من عبد القادر ضو. هذا هو ماستير يبعد على سليم باشا والمخالفة. شوفوا ماستير وحمدي الشرابي، كرة جديدة لحلمي الوصيف ثم ماستير. ماستير وتبقى المحاولات لفريق الضاحية الجنوبية. ماستير يتباطا ثم مهدي الحارس بتاعو. دونك زوز فرق ممكن التصويب التوزيعه في اتجاه دروزي حضر على الجهه اليمنى تصويب محمد بوزميتا في اتجاه ادروزي النادي الرياضي لحمام من جيل الارقام. كره ترجع في هجوم للنادي الرياضي لحمام لنف توصل لادروزي. ادروزي ولا لبستيد لصالح انتشار تكتيكي مغاير للشوط الثاني. لاعبين ارتكاز لادروزي. ادروزي سريع الشخص دائما متقدم بهدفين مقابل هدف. والهجوم للنادي الرياضي لحمام لنف خطيرة. ادريزي يخرج كرة لأحمد الحام. أحمد الحام يسدد بعيد. يحصل المنعرج الأول توغل ادريزي على الجهة اليمنى والاحتكاك مع أنيس بوشربية. ضربة جزاء أثارت احتجاز المحل. المنعرج الثاني للمباراة جاء في دقيقة 70 مع ضربة الجزاء الثانية في اللقاء. فريق حمام لنف متمركز، يعني انت وقتاش تلعب الكره السريعه وقت اللي تبدا الدفاع. شوف الغلطه ترجع الكره في محاوله لصالح النادي الذي لحمام الانف. خطيره العمليه في المناطق رقم 10 اعاده تحذير الملعب التونسي لولا تالق الحارس العالمي النجم مصطفى لعب. يرجع الهجوم لنادي حمام الانف في مناطق الملعب التونسي. او امامكم العمليه ايديولوجيه رقم 11 لنادي حمام الانف زي العمليه التحذير. تسديده فوق المرمى اي عادة كل التحضير. ورقم 28 الاولى مع وليد السعودي لصالح نادي حمام الانف. هذه العملية خطيرة في مناطق الترجي في فرصة هدف وهدف اول. هدف اول لصالح نادي الرياضي اعادة عملية. ورقم 18 جونيور كوستا سريع على الكرة وليد السعودي اتجاه الايدولوجي ويلعب على الجهه اليمين لدفاع الترجي الجزيز. حلوه برشا زوز مراوغات. التحضير لجينيور وفرصه هدف ثاني لنادي حمام الانف. او اعاده. شوفوا المجهود الكبير اللي قام به ايدولوجي بعد على المدافع يبعد على الثاني ويحط الجونيور. ايدولوجي يسدد مسلم يدخل مكانه من قليل. او هذا ايدولوجي بين يلقى روحه في المعمعة ديريكت. ضغط كبير من نادي حمام الانف في بداية اللقاء. وصل عملية دروزي انتهت على عرضه ثم رأسية علاء الدين الدريدي. المخالفة صالح النادي الرياضي لحمام الانف بعد تدخل هيكل جمنديل. ثم يخرج له من اليمين لمهزبي يخير دروزي لمهزبي. لمهزبي يلعب مع دروزي ويمر يمر دروزي. والحكم يشير لضربة جزاء. الحكم شادوا العملية. انذار الأمين عباس مؤكد. أمين عباس ضيع كرة في توقيت جيد بالنسبة للنادي الذي لحمله. طبعا كل ما اقترب لنا من المرزوق الدروزي يرجع للمرزوق عمل نسبة شويخ نسبة العقب في الرواية. ويمر يدروزي يمر يدروزي يحتفظ بالكرة يراوغ المستقبل يدري بلاصه في خلال من السوري. قص الكرة من يدروزي مهاجم النادي الرياضي لحمام الانف. يدروزي امام اليسرى قص الكرة تتقص الكرة من جديد. هذا التسديد الكرة تماشي كفر الكرة عالية
ودوروزي دوروزي امامو بسام الفلعابي ياخذ كورتو دوروزي مازال مستحور الكورة نتاعو لكن سايكو ديمبا سايكو ديمبا تحت لدوروزي كورة عند المهاجم دوروزي على الجهة اليمنى او الجهة اليسرى دوروزي دوروزي يتوخر يدخل داخل منطقة 18 العرقلة العرقلة موجودة من يسرى التويتي العرقلة موجودة من يسرى التويتي والحكم يقول يقول ضربة جزاء ضربة جزاء ثانية لل ارتكازي مشط الميدان بالطول العرضي مارر مارتير لإيهاب المصيفي ممتاز المراوغة نقول هنا ثم توزيعة كانت محكمة والتوزيعة سميرة حاسمة من إيدوريزي باتجاه لاعب المصيفي اللي قلنا كل ما يدخل يعمل إضافة اليوم منذ البداية يعمل مراوغة داخلية يعمل كل شيء بالساق يسار يعمل الأسيست الرائع باتجاه إيهاب المصيفي اللي راوغ ويسجل أولى الأهداف للهمهامة التوزيع تمشي النادي الرياضي لحمام الأمن محمد أمير النفزي يبحث على إيدوريزي ماستر عندما يكون حكم الساحة